أوضح المدير العام التنفيذي لقناة اليمن اليوم محمد الردمي أن القناة تتعرض منذ نحو أسبوع للتشويش المتعمد على ترددها في القمر الروسي إكسبرس 11170. أكد الردمي أنه ونظرا لهذا التشويش على بث قناة اليمن اليوم، سارعت قيادة القناة إلى إعادة بث القناة في القمر الروسي إكسبرس على ترددها الاحتياطي 11154. إذن 11154 معدل الترميز 2108 عمودي، وأيضا عبر أثيرها وأثير بثها الإذاعي 100.9. وأشار المدير العام التنفيذي أن صوت الحقيقة لا يمكن حجبه مهما بلغت قوى العدوان ومرتزقته من قوة وهيلمان، مجددا التأكيد على مواصلة العمل الوطني الثابت، وستظل على مسافة قريبة من مختلف شرائح المجتمع وأبناء الوطن الشرفاء سواء في داخل اليمن أو خارجه. إذن للوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا المدير العام التنفيذي لقناة اليمن اليوم الأستاذ محمد الردمي، مرحبا بك. مرحبا بلدك. يعني تم إسقاط أستاذ تم إسقاط البث على قمر النايل سات، والآن يتعرض البث على القمر الروسي لمحاولة إسقاطه، هل تم رصد مكان التشويش؟ شكرا لك بندر. حتى الآن لم يتم تحديد مصدر التشويش، لكنه بلغنا من اليوم بتأكيد نهائي من إدارة القمر الروسي إكسبريس 44 بأن هناك تشويش متعمد على تردد القناة، لكن يواصل الفنيون هناك في إدارة القمر الروسي متابعة من مصدر هذا التشويش. ما أريد أن أؤكد عليه هو خلاصة جاءت في الخبر الذي قرأته بندر الآن، وهو أننا سنستمر رغم كل هذه التحديات. كنا في النايل سات وتم حجب تردد القناة على النايل سات، هناك من يخشى من الحقيقة، هناك من يريد أن يغتال اليمنيين ويسفك دماءهم في صمت دون أن يعرف العالم ماذا يحدث هنا. آلة الحرب السعودية لم تتمكن رغم كل هذه المحاولات من حجب صوت الحقيقة، وسنستمر الآن كحل مؤقت. هناك تردد إضافي وهو 11154 كما أشرتم في نشرتكم، وبإمكان المشاهدين أن يتابعون عليه كتردد أيضا إضافي إلى أن نستطيع أن نسيطر على موضوع التشويش المتعمد الذي يواجهه التردد السابق على القمر. طيب، يعني التشويش ايضا وايضا محاوله حجب الحقيقه طالت ايضا موقع القناه في النت وايضا صفحتها في الفيسبوك، لماذا كل هذا العداء استاذ برايك؟ هناك كما قلت من يخشى من ان تصل الحقيقه الى الاخرين، وفي تقديري ان هذا التشويش يمكن ان ننظر اليه من زاويه اخرى، وهو وسام على صدورنا جميعا وصدور جميل. كل العاملين في القناه بانهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. هناك من لا يريد أن نذهب في هذا الاتجاه، وقناة اليمن اليوم معروفة بمهنيتها، معروفة بجمهورها الواسع، والآن تضيف إلى قنوات الاتصال لليمن اليوم صوت إذاعي وقناة صوتية عبر التردد 109، الموقع الإلكتروني، أيضا صفحتنا في الفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذه المنظومة هناك عدو يتربص بها ويريد أن يسكتنا، لكنه لم يتمكن رغم كل هذه المحاولات، ونحن نستمر معا وأنتم مستمرون في أداء رسالتكم الوطنية وبكل مهنية وبكل أخلاق وبكل شجاعة، وبالتالي لن يسلينا أحد عن هذا الطريق بإذن الله. صحيح، يعني أستاذ بدليل أن المشاهد والمتابع للقناة والمحب للقناة يبحث عنها في أي زاوية. بالضبط، وهذا هو رأس مالنا أخي بندر، بأنه لدينا منذ تأسيس القناة عام 2012 إلى اليوم أصبح لدينا جمهور عريض نحافظ عليه، وهذا هو رأس مالنا الأساسي الذي نقدم من أجله كل هذه التضحيات، والذي لن يستطيع أن يسكته. جميل جدا الأستاذ محمد الردني المدير العام التنفيذي لقناة اليمن اليوم، شكرا جزيلا لك ككل